بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
وأولادكم فتنة
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ والله خير الماكرين سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
وما لهم ألا يعذبهم الله وما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وما كان صلاة كفروا
ليه